انه تكون الوركين متابعة. اذا استمر معنا مادة دخنية استخدمها الجسم في مقدمات طبابة مع سعيد حنتوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا مستمعين الكرام وين ما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي اليومي طبابة. أرحب فيكم، أنا أخوكم سعيد حنتوش مقدم برنامج طبابة، وأكيد طاقم العمل في إذاعة ألف ألف يرحب فيكم إن شاء الله في هذه الحلقة. نتمنى أنه نقدم شيء جميل ومفيد بإذن الله. لعنوان حلقتنا اليوم أطفال الأنابيب، ضيفنا طبعا في حلقة اليوم سعادة الدكتور نايف بن حمزة السحلي، استشاري أمراض النساء والولادة وأطفال الأنابيب بمستشفى الدكتور سليمان فقيه، وأستاذ أمراض النساء والولادة بجامعة تفت الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور نايف حياك الله. الله يحفظك ويراك. مرحبا بك دكتور، مرحبا بجميع المستمعين الكرام. أي شخص عنده سؤال أو استفسار فيما يتعلق بعنوان حلقتنا اليوم أطفال الأنابيب تقدر تطرح سؤالك واستفسارك على سعادة الدكتور نايف عن طريق أرقام الاتصال المباشرة. الهاتف الأول 011-21-78-585، الرقم الثاني 012-61-61-100. ويمديك كمان تكتب رسالتك نصيا عن طريق تطبيق الواتس أب 055-66-89-001، وكمان تويتر وإنستغرام @ألف ألف FM. إذاعة ألف ألف الإذاعة السعودية الأولى ترحب فيكم في هذه الحلقة. خلونا نبدأ مع سعادة الدكتور نايف ونبدأ نناقش موضوع حلقتنا اليوم أطفال الأنابيب. فنقول لك دكتور بداية، إيش هي عملية أو خلينا نقول أطفال الأنابيب بصفة عامة؟ عملية أطفال الأنابيب هي عملية إنجاب يعني تحاكي الطريقة الطبيعية. تحدث معي أحد المرضى في يوم من الأيام وقال لي يا أخي لا تقول أطفال أنابيب. قلت له طيب إيش أقول؟ قال لي بعد ما شرحت له الطريقة أنه إحنا ندخل النطفة المنوية داخل البويضة وبإذن الله يتخلق الجنين، قال لي والله أنا لو سويت، لو قلت لي إن عملية تقارب يمكن الناس يقبلوها لأن عنده أقرباء ما حيقبلوا الكلام هذا. صحيح. فقلت له عملية تقارب، فعملية الأطفال الأنابيب هي عملية تقارب زي ما تبغى، تدخل النطفة داخل البويضة ويتخلق منها الإنسان بإذن الله في المعامل، ثم تنقل إلى الأم وبإذن الله يحصل الحمل. أنا أقول هي يعني طريقة لمساعدة الحيوان المنوي عشان يقدر يوصل زي ما ذكرنا دكتور عملية الحمل، وبعد كذا يعني هي خلينا نقول باختصار عملية مساعدة في الموضوع هذا هو بس بطرق تقنية متطورة. مضبوط. أنا لي نقطة واحدة، وما كل الناس بيقولوا حيوانات منوية، أي حيوانات، نص القرآن يقول ألم يكن نطفة من مني اليمنى، فهو النص الحقيقي نطفة منوية. صدق الله العظيم. نحن نستخلص البويضة عن طريق إبر خاصة عندما تنضج زي أي فاكهة، إذا نضجت تأخذها، فنحن ننضج البويضة ثم نرتشفها عن طريق إبر خاصة عن طريق المهبل ونحقنها داخل المعمل. وكلمة حقن مجهري الآن تطورت من طفل أنبوب إلى حقن مجهري، لأنه هي فعليا حقن مجهري حيث يحقن النطفة المنوية داخل البويضة بواسطة مجاهر مكبرة جداً وبواسطة إبر زجاجية من نوع خاص من الزجاج. طبعا سيستعجب كيف تستطيع أن تخترق البويضة بدون أن تخربها، هذه تقنية عالية والحمد لله. جميل جدا. طب لعل السؤال الأبرز دكتور، هل موضوع عملية أطفال الأنابيب عملية صعبة يخاف منها الشخص؟ أبدا، هي كعملية للمريض ليست صعبة أبدا. المريض يجي يعني تنشط المريضة عن طريق جرعات خاصة من الحقن المنشطة للمبيض، والعملية نفسها تستغرق يمكن 20 دقيقة عملية الارتشاف تحت بنج عام إبر خاصة عن طريق المهبل، يعني لا في جراحة ولا فتح ولا شيء، وتقوم المريض إن شاء الله بعد ساعتين تروح بيتها. ممتاز.
وبعد فترة نقرر إمتى ننقل الأجنة المخصبة. طبعا حسب كل مريض، يعني زي ما أنت يقول you have to tailor it، يعني لازم أنت تعمل لكل مريض خطة علاجية خاصة. هنالك اللي نرجعه بعد 48 ساعة، ممكن نرجعها بعد 72 ساعة، وهنالك نعمل عليها دراسات جينية متطورة جدا تحدد جنس الجنين وتحدد إذا هذا الجنين يحمل أمراض. إذا هذا الجنين يحمل أمراض لا ننقله للأم مهما كلف الأمر. يعني لا ننقل لها إلا الأجنة السليمة، ونحدد لها الجنس إذا كان مطلوب من ذلك، سواء ذكر أم أنثى بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. طيب دكتور، خلينا كذا نفصل في الموضوع هذا عشان الناس اللي حابة يعني تأخذ معلومات أكثر عن موضوع عملية أطفال أنابيب. فنفترض أنه هذا الزوج وزوجته جو للمستشفى، فإيش الإجراءات المطلوبة منهم؟ إيش بتعملوا معاهم دكتور؟ إيش التشخيص اللي بتأخذوها؟ نبغى نعرف العملية اللي بتتم في المستشفى. الحقيقة نستقبل زي أي مريض آخر، نأخذ منه التاريخ المرضي له ولزوجته والتاريخ الأسري إذا هنالك أي أمراض وراثية منقولة، حتى نعمل حسابنا يعني قبل ما ننقل الأجنة لهم، ونحاول نصل إلى تشخيص الحالة، ومن ثم نبدأ العلاج. يعني عملية عادية زيها زي أي عيادة أخرى، اللهم إننا نأخذ تفاصيل عن الحياة وعن التاريخ الأسري للزوج وللزوجة حتى نحدد فين المشكلة. طيب دكتور، يعني أكيد لما الناس تسمع عملية أطفال أنابيب بيتبادر ذهنها مين اللي بيحتاج هذه العملية بالضبط دكتور؟ هل مثلا أشخاص عندهم مشاكل مثلا في الموضوع هذا فبيحتاجوا لهذه العملية كاحتياج؟ إذا أردنا أن نقسمها فهنالك احتياج لمشكلة في الزوجة واحتياج لمشكلة في الزوج. يعني بالنسبة الآن بنشوف المشكلة في الذكورة أكثر من الإناث، تكون ضعف في النطف المنوية، ضعف في الحركة، تشوهات عالية قد تصل إلى 99% التشوهات، وبالطريقة الطبيعية صعب التخليف. طبعا إحنا لا نتألى على الله سبحانه وتعالى، فإرادته فوق كل شيء، ولكن هذه الطرق العلمية للعلاج. بالنسبة للزوجة قد تكون تعرضت إلى التهابات، سواء التهابات جراحية أو التهابات مهبلية أدت إلى انسداد هذه الأنابيب الناقلة التي عن طريقها يتم الحمل. بس بعلق دكتور على موضوع بعض الأشخاص اللي بيرفضوا هذا الموضوع، ويعني بيعتبروه كذا زي ما تقول يعني طريقة خاطئة، وهم من وجهة نظرهم بيشوفوا أنه هذا الشيء خاطئ، لكن إحنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو اللي وهب هذا العلم إلى هؤلاء الأشخاص عشان يساعدوا الناس في الإنجاب، فكله بأمر الله سبحانه وتعالى، وأكيد يعني هذا ما في اختلاف عليه، فالواحد أكيد بياخذ بالأسباب، وهذا الشيء اللي علمنا إياه ديننا إنه إحنا بناخذ بالأسباب، وبعد كذا الأمور كلها بيد ربنا سبحانه وتعالى. ففكرة هذه العملية أكيد جاءت من مشكلة حاصلة، فبالتالي جاء العلم وتطور وتطورت التقنيات لإجراء هذه العمليات، وبالتالي بإذن الله يكون هنالك أطفال ما بين الزوجين. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن الله قد خلق الداء وخلق لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا السأم فإن ليس له دواء. فالله سبحانه وتعالى وفر لك طريقة للعلاج وفي بلدك وأنت آمنا طيب بين أهلك. صحيح. لماذا لا تذهب؟ هم الناس عندهم فكرة أنه يحصل اختلاط في الأنساب ويحصل، يا أخي المستشفيات هذه على مستوى عالي مقننة ومبرمج أنه كل شخص، إحنا حريصين جدا إلى درجة عندما يجي المريض يعمل تحليل النطف المنوي نحن حريصون أنه هو يجي يستلم التحليل بنفسه ويمضي عليه بخط يده، ما نسلمه حتى لزوجته ما نقدر نسلمه. نحن حريصين جدا 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 إذن على هذا الموضوع. جميل. في عملية على مستوى عالي جدا من الدقة في هذه الإجراءات، بحيث أنه المريض حتى بيكون مرتاح في إجراء هذه العملية، فكل الثقة ما بين نفس المستشفى بالتحديد، خلينا نقول مستشفى الدكتور سليمان فقيه، وما بين المريض. خليني أقول لك، عام 1406 اللي هو 1986 ولدت أول مولودة في المملكة العربية السعودية بواسطة تقنية أطفال الأنابيب في مستشفى الدكتور سليمان فقيه، وهذه قد سبقت جميع المستشفيات في المملكة ما شاء الله، وهذا يعتبر ريادة يعني ما شاء الله. لا فعلا بصراحة
يعني مستشفى الدكتور سليمان فقيه معروف عنه ما شاء الله تبارك الله من ناحيه الدكاتره الاخصائيين الموجودين فيه، من ناحيه الخدمات المقدمه، واكبر دليل انه يعني ما بنسمع ابدا اي شكاوى، دائما في تعامل راقي، دائما في تقديم للخدمه الطبيه بمستوى عالي جدا. فهذا ان دل على انه فعلا مستشفى او مستشفيات الدكتور سليمان فقيه اللي بدانا نشوف انتشارها ما شاء الله في كل مدن جده ما شاء الله، لدرجه انه جنب بيتي ما شاء الله في مستشفى ما شاء الله ما شاء الله. هذا ان دل على فعلا الاحترافيه في تقديم الخدمه الطبيه. الان مستمعي الكرام قبل ما نطلع الفاصل ابغى اقول ارقام التواصل عشان تتيح الفرصه لكل الاشخاص اللي حابين يستفسروا ويطرحوا اسئلتهم على سعاده الدكتور نايف عن موضوعنا اطفال الانابيب. هاتف البرنامج الاول 011-21-78-585، الرقم الثاني 012-61-61-100، تطبيق الواتس أب لطرح سؤالك نصيا 055-66-89-001. نطلع فاصلنا وحنرجع نواصل. يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد نواصل حديثنا عن موضوع حلقتنا اليوم أطفال الأنابيب مع سعادة الدكتور نايف بن حمزة السحلي استشاري أمراض النساء والولادة وأطفال أنابيب بمستشفى الدكتور سليمان فقيه، وأيضا أستاذ أمراض النساء والولادة بجامعة تفت بالولايات المتحدة الأمريكية. طيب في حاجة بس بقولها قبل ما نواصل الحديث عن موضوعنا، يوم الخميس إن شاء الله مستمعين الكرام حيكون لنا مفاجأة جميلة لكم أنتم مستمعي الكرام، جوائز مقدمة بمناسبة الاحتفال السنوي لإذاعة ألف ألف، فخلوكم إن شاء الله على الاستماع، هنقدم العديد من الجوائز المختلفة. طيب نواصل معك دكتور حديثنا عن أطفال الأنابيب، ويعني لعل السؤال الأبرز أيضا دكتور فيما يتعلق بهذه العملية، هل يوجد فيها مضاعفات، أضرار، أمور مثلا من ممكن تخرج عن السيطرة فتسبب مشكلة؟ زي ما قلت لك مستشفى سليمان الدكتور سليمان فقيه من 1406 ولد أول طفل، فهنالك خبرة طويلة في هذا المجال والحمد لله. ما في شيء يكون بدون مضاعفات، بس مضاعفات بسيطة مثل أي جرح يحصل في يد الإنسان، ممكن يتعرض للالتهاب، ممكن يتعرض للنزف، إنما إذا كان الطبيب حريص فإن شاء الله الأمور تسير تمام يعني. لكن دكتور نتحدث عن نسبة نجاح هذه العملية، نسبتها طبيا هل بتعتبر مثلا نسبة عالية جدا في نجاح هذه العمليات؟ والله شوف النسبة بدأت ترتفع منذ أن اكتشفت هذه العملية والآن تصل إلى 55%. هذا تعتبر نسبة عالية جدا بكل المقاييس، لكن ما تقدر تعطي نسبة مطلقة. النسبة تحدد على عمر المريضة أو عمر، ما نقدر نقول مريضة، هي بعمر الزوجة، والزوج يكون أفضل لأنهم هم مو مرضى، هم يعني يبغوا يخلفوا مؤكد. صحيح نعم بالضبط، وأكيد تختلف من شخص إلى شخص آخر حسب يعني ظروف مثلا جسمه، حسب بعض الأمراض مثلا موجودة فيه، فبتختلف تشخيصه من شخص لشخص آخر ونسبتها. طبعا حسب المشكلة المتواجدة عند الزوج أو عند الزوجة أو عند الاثنين معا، كلما كبرت المشكلة الموجودة لديهم تكون عملية الحل صعبة على الطبيب، ولكن على المريضة هي نفس يعني نفس العملية ونفس الإجراء. وسبحان الله هذا يعني هبة من الله سبحانه وتعالى، لأنه يهيب لمن يشاء، ما نحن إلا أسباب. صحيح بالضبط. طيب هل يوجد تشوهات مثلا من الممكن أن تحصل للجنين في حال يعني إجراء هذه العملية؟ الدراسات المقدمة بتقول لك في 3% تشوهات في الأجنة بصفة عامة، سواء حملت المريضة بطريقة طبيعية أو عن طريق الحقن المجهري اللي هو أطفال الأنابيب، فنسبة سائدة الحمد لله بوجود دراسات الجينية الآن اللي نجريها، دراسات جينية متطورة. طيب نستطيع أن نتجنب كثير من الأمراض الذي قد تحصل في الحمل الطبيعي، وخاصة بعد سن 35 لتكثر التشوهات بعد هذا السن. طبعا المرأة تكون شباب، ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى في خلقه. صحيح. طيب دكتور في مجموعة من الأسئلة
وردتنا عن طريق تطبيق الواتساب، فأقرأ عليك دكتور ونشوف كيف إجاباتها حتكون. هذا الأخ الكريم يقول السلام عليكم، بخصوص الأجسام المضادة، هل لها دور في رفض الجنين وعدم إثباته في الرحم؟ ومتى نكتشف أن الرحم يوجد به أجسام مضادة؟ وهل لها علاج معروف وكيف الطريقة؟ طبعا هناك الدراسة لكل حالة، وما أعرف إيش يقصد في الأجسام المضادة. الأجسام المضادة تكون على منطقة عنق الرحم، يعني تمنع وصول النطف المنوية بالطريقة الطبيعية. إنما بعملية طفل الأنبوب ما في حاجة اسمها أجسام مضادة. هنالك مشاكل جينية. فإذا أجريت الدراسات الجينية، طبعا ما نجي للدراسات هذا بموافقة الزوج والزوجة، لأن هذا حقهم. صحيح. بإذن الله نقول إنها تخف، لكن ما نستطيع أن نستبعدها، لأن يبقى قدر الله فوق الجميع، ويجعل من يشاء عقيمة، مهما شاء الدكتور وشاءت الزوجة والزوج، يبقى مشيئة الله فوق الكل. صحيح. سبحان نحن الله. أسباب فقط لغير. يا سلام. طيب هنا كمان سؤال ثاني، السلام عليكم، يا ليت تسأل الدكتور كم تكلف العملية لو تقريبي، وكيف أقدر أسمع الحلقة مرة ثانية؟ بالنسبة للحلقة تقدر تسمعها في أو تسمعها في اليوتيوب، حساب الإذاعة اكتب إذاعة ألف ألف في اليوتيوب، حتلاقي القناة الخاصة بالإذاعة، ابحث عن الحلقات الخاصة برنامج الطبابة بعناوينها الواضحة طبعا في الفيديوهات. بالنسبة دكتور لسعر، يعني العملية تعتبر زيها زي عملية بسيطة جدا، زي تكلفة عملية القيصرية ولا أقل من عملية الولادة، يعني أسعارها أقدر أقول لك خمس أسعارها في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا. يعني من أراد أن يخلف أو من أراد أن يعني ينجب الأصح، فعليه أن يأخذ الحسبان أنه يعني هنالك تقنية تستخدم هنالك، إنما الأسعار هذه تحدد من قبل إدارة المستشفى حسب كل حالة. ممتاز. طيب هنا السلام عليكم، إذا ممكن تسأل الدكتور عن موضوع تحديد الجنس، طريقتها ونسبة نجاحها، سعرها طبعا تحدثنا عنه، فيسأل عن موضوع تحديد الجنس، كيف الطريقة هتكون؟ تحديد الجنس هذه تتم بعملية الحقن المجهري، وعندما يصل الجنين عمره في المعمل إلى 4 أيام أو 5 أيام، هو نفضل في اليوم الرابع، نستخلص الحمض النووي ونحدد جنس الجنين، وهذا شيء بسيط جدا. الأهم أنك تحدد الأمراض الجينية اللي يحملها الجنين. طبعا لو استخلصنا 10 بويضات مثلا ستحدد 10 أجنة، لو طلع منهم ما نقدر نضمن للمريض أنه بالتأكيد كلهم حيكونوا ذكور، قد يكونوا ذكور وأناث، قد يكونوا مصابين، قد يكونوا سليمين، إنما إذا نقلنا إليها جنين ذكر بإذن الله سيكون حملها بذكر. وعندنا الحالات هذه أجريت كثير في مستشفى الدكتور سليمان فقيه ونجحت والحمد لله. ما شاء الله. طيب كمان هنا السؤال يقول، في عندي سؤال، خالتي سوت عملية أطفال أنابيب وما نجحت، في أمل إذا سوتها مرة ثانية تنجح؟ يبقى الأمل بيد الله سبحانه وتعالى. طبعا هو تكرار العملية 4 مرات خلال 12 شهر يزود نسبة الحمل بإذن الله. إنما يجوا بعض الناس يسوي عملية ويجي بعد 4-5 سنين يبقى يسوي عملية. طيب الحرمة الزوجة كبرت في السن، يجيك ومعظم المرضى الحين يجي له عمره 40-44-45 يبغى يخلف. أنا ما أقول أنها مستحيل أن تخلف، طبعا هذه أقدار الله، بس كل ما كان السن يعني أقل تكون النسبة أفضل. وطبعا هذا ليس أمر مطلق، هذا ليس أمر مطلق، ممكن 21 سنة ما تحمل، واحدة عمرها 40 سنة تحمل، لكن إحنا نتوخى الحذر ونقول لهم تعالوا بدري، لا تنتظر على نفسك بعد ما تتزوج بعشرين سنة تجي يعني تطلب العلاج. ممتاز. فعلا يعني هذه حقيقة، أنه الشخص كل ما كان أصغر سنا كل ما كان حتى قابليتك جسمك حتى في الحياة العامة في ممارسة الرياضة، لنفترض هذا شيء بسيط جدا، لما بتكون صغير بالسن بيكون يعني قدرتك على ممارسة الرياضة بشكل أكبر، زي ما نشوف يعني بعض اللاعبين مثلا بيجري مسافات أكبر هو بسن العشرين، لكن لما يكون عمره 45 مثلا بيكون أقل قدرة. فهذه طبيعة الجسم، لما بيكون صغير بيكون عنده قدرة أكبر على الإنتاجية، على ممارسة الرياضة، على أي حاجة فيما يتعلق بجسمه، لكن لما بيكبر أكيد قدرته بتقل وبتصبح أضعف. طيب نستخلص الحكم من القرآن الكريم، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. صدق الله. صدق الله. يا سلام.
جميل جدا. طيب خلينا نقول دكتور أرقام الاتصال عشان كمان نذكر فيها من جديد ونخلي الفرصة للأشخاص اللي حابين يطرحوا أسئلتهم. الهاتف الأول 011-21-78-585. الرقم الثاني 012-61-61-100. تطبيق الواتس أب 055-66-89-001. أيضا الحسابات الخاصة بالإذاعة في تويتر وإنستغرام @ألف ألف FM. اطرح سؤالك حقرا إن شاء الله مباشرة على الدكتور. طيب في هنا سؤال كمان. السلام عليكم، هل من الممكن الحمل بتوأم؟ يعني هو ممكن قصده في عملية أطفال أنابيب، هل من الممكن تحمل الزوجة مثلا بتوأم؟ والله يا سيد العزيز هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى. إحنا لا نسعى إلى توأم، نحن نسعى دائما إلى واحد فقط وهذا النجاح. رغم أنه أنا في بداية عملي كنا ننقل عدد أجنة أكبر من الآن لأن التقنية كانت أضعف، فأحدى مريضاتي حملت بستة وخلفت خمسة أحياء والحمد لله. ولكن نحن لا نسعى إلى، لا نعتبر أنه كثرة الأجنة هذه نجاح. نعتقد أنه لو نستطيع أن نقننها بواحد أفضل، لأنه جهد على جسم الأم وجهد مالي عليهم، وقد يولد الطفل في سن صغير يعني في سن الحمل المبكرة، وهذا يعرضهم للجلوس في الحضانات فترات طويلة. إحنا ما ندفعهم أنهم يأخذوا توأم، وإحنا بنحدد لما ننقل الأجنة ننظر في المريضة في سنها. كل ما كانت صغيرة نقلل عدد الأجنة. أكثر عدد أجنة ننقلها الآن في مستشفى الدكتور سليمان فقيه 3 أجنة فقط. وإذا كانت المريضة أقل من 30 ننقل جنين أو 2. هدفنا أن تنجب 1 وليس أكثر. وبعدين حتى لو نقلنا 2 و3 و4 يبقى القدر بيد الله سبحانه وتعالى. أكيد سبحانه وتعالى. طيب دكتور، هل تعتبر عملية أطفال أنابيب مثل تكيس المبايض؟ لا، تكيس المبايض هذا متلازمة كبيرة يتبعها أمراض أخرى. والتكيس هو كأنك تنظر من الأسود إلى الأبيض في تدرج في الألوان. هنالك التكيس البسيط وهنالك التكيس الصعب جدا. التكيس البسيط يستطيع في معظمهم يحملوا بمساعدة بدون أطفال أنابيب، وكلما صعب الأمر أصبح نحن في حاجة إلى أطفال أنابيب. وعملية تكيس المبايض واحدة من العمليات اللي متعبة بالنسبة لنا إحنا كأطباء، لأنها تحتاج إلى عناية خاصة. وللأسف المرضى لا يسعوا إلى المراكز المتخصصة إلا ما عندما يصلوا إلى مراحل متطورة، وحين يجون تعبانين جدا نتيجة لتنشيطهم خارج هذه المناطق. في عيادات بسيطة يعطوهم الأدوية بدون أي نظام محكم. فنحن ننصحهم أنه ما يعرضوا نفسهم للأدوية المنشطة في المراكز الصغيرة، عليهم للتوجه إلى مراكز أطفال الأنابيب المتخصصة حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر. يا سلام، ممتاز جدا. طيب الآن كمان موعد فاصلنا الثاني، بس قبل بشكل سريع أذكر بأرقام التواصل. الهاتف المباشر الأول 011-21-78-585. الرقم الثاني 012-61-61-100. تطبيق الواتساب 055-66-89-001. نطلع فاصلنا وحنرجع إن شاء الله نواصل. نكمل معكم حلقتنا اليوم بعنوان أطفال الأنابيب في برنامج طبابة مع ضيفنا الدكتور نايف بن حمزة السحلي، استشاري أمراض النساء والولادة وأطفال الأنابيب بمستشفى الدكتور سليمان فقيه. دكتور أستاذنك، ناخذ أول اتصالاتنا في هذه الحلقة. أبو نواف تفضل. الله يحييكم، ممكن أكلم الدكتور؟ أهلا وسهلا أبو نواف. الله يحييك. الله يحفظك دكتور. بالنسبة أنا حاب أسألك عن التلقيح الصناعي، خاصة يعني مثل الحالات اللي
يعني ممكن أسوي فيها التلقيح الصناعي، خاصة إذا كان فرضا أنا وزوجتي ما في يعني عملنا الفحوصات اللازمة وما في أي مشاكل يعني أو في مسببات تمنع عدم الحمل، فهل في الحالة هذه ينفع التلقيح الصناعي؟ وهل يعتبر هو طفل أنابيب؟ شكرا لك. هلا ابو نواف، لا يعتبر طفل انابيب. الحقن الصناعي هو عباره عن استخلاص النطف المنويه، اخذ الشوائب اللي فيها وازاله النطف الضعيفه وتقويتها واعادتها الى رحم الزوجه عن طريق انابيب خاصه والزوجه صاحيه، ويتم هذا الامر في العياده. مين اللي نعمل له؟ هذا يحددها الطبيب حسب ايش المشكله. قد تكون كون أنه قالوا لك ما في مشكلة، هذه قد ما أعرف أنت فين أجريت تحاليلك، إنما يجب الذهاب إلى القسم المختص بأطفال الأنابيب، هم أفضل ناس يقولوا لك إذا في مشكلة ولا لا، ويحددوا لك الخطة العلاجية، سواء محتاجة إلى، أحيانا نقول لهم ما تحتاج أنكم تسووا حقن حتى جماع طبيعي، نعالج المشكلة ونقول لهم روحوا نحدد لهم الوقت ويصير جماع طبيعي، ونحن أمناء في هذا الأمر مع المريض. ما كل مريض يجينا يحتاج إلى طفل أنبوب، هنالك المرأة تعالج ويعني يحصل جماع طبيعي بينها وبين زوجها ونحدد لهم وقت خروج البويضة، وهنالك اللي نجري لهم الحقن الصناعي، وهنالك اللي نضطر أن نجري الحقن المجهري، لأن ليس أمامنا أي سبيل آخر. ممتاز جدا. هنا في سؤال يعني بصراحة سؤال جميل، يقول السلام عليكم، بالنسبة للزوجين السليمين هل يمكن إجراء عملية لهم لسبب تحديد الجنس والتوأم يعني مثلا؟ طبعا ممكن، إذا كان هذا خيار المريض هذا حقه، تجرى العملية ويحدد الجنس بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن إحنا لا ندفع المرضى أن يعملوا أطفال أنابيب أو ندفعهم أن يعملوا الحقن مجهري، دائما نحاول أن يخلفوا بطريقة طبيعية. الأمانة في هذا الأمر مهمة جدا ما بين الطبيب وما بين المريض. صحيح، ممتاز. هنا سؤال كمان، مرحبا، زوجتي عملت أنابيب ولم تنجح، سؤالي هل تكرار العملية والإبر تضر المرأة من كل النواحي؟ إن شاء الله أنها ما تضرها، وزي ما سلف قلت أنه تكرار العملية لمدة 4 مرات خلال 12 شهر يزود النسبة، والمريض المشكلة يأتي ويعتقد أنك أنت يعني هتفتح درج وتعطيله طفل من عندك، هذا كلام مو صحيح. العملية عملية نسب، والقدر يبقى بيد الله سبحانه وتعالى، وهي هبة من الله أولا وأخيرا، وما الطبيب والمستشفى والزوجة والزوج إلا أسباب فقط. أكيد. طيب هنا في سؤال كمان، يقال أن فرصة الإنجاب بعد عملية أطفال أنابيب 90%، ما صحة هذه المعلومة دكتور؟ إيش يعني نسبة الحمل في أطفال أنابيب 90%؟ قصده بعد يعني عملية أطفال أنابيب مثلا، ما فهمت أنا حتى سؤاله. ما هي هذه نسب مبالغة فيها ونسب غير حقيقية. هو السؤال لماذا أجريت عملية طفل الأنبوب؟ إذا أجريت لإنسداد في الأنابيب طبعا عملية الحمل طبيعي شبه مستحيلة، إنما إذا كان لضعف الزوج وربنا كرم وقوية أموره في المستقبل ممكن. طيب في هنا كمان سؤال، يقول عملت مرتين فتح خصية، أنا عمري 50، عند الخصية مشوهة، يكون في علاج، وإيش هو العلاج؟ لا يوجد حيوانات منوية. أبو أحمد طبعا هذا سؤال، يعني هو بيقول إنه ما فتحوا له الخصية مرتين وما يوجد نطق منوي. الحقيقة أنا بنفسي أجري هذه العملية كجزء من علاج الذكور، يعني عندما تكون الزوج والزوجة أنا بأجري العملية هذه شخصيا للزوجين. تعرف مستشفى الدكتور سليمان فقيه لديهم هذا الخبرة وهذا التطور وهذا التقنية العلمية المتطورة، لكن إذا لا يوجد نطف منوية فللأسف الشديد ما ليس هنالك حل. هنالك حلول وضعت في العالم كعملية الاستنساخ، ولكن هذه عملية نجاحها ضعيف جدا ولم يجيزها الشرع إلى الآن، لأنك الآن أنت تستنسخ الشخص نفسه وليس ابنه، أنت تأخذ خلية منه كذكر، طيب، وإذا خلف يخلف ذكر، وإذا أخذت الخلية من الأم نفسها ونجحت العملية ستخلف بنت، لأنها هتخلف نفسها الأم. هذه عملية الاستنساخ يعني نجاحها ضعيف،
ولم يقرها الشرع. نسبة نجاحها 1 في 250 محاولة أجريت على الحيوانات، ويمكن النعجة دولي كانت مشهورة في هذه التقنية ولكن ليست موجودة في المنظور القريب للبشر. طيب في سؤال، في اتصال من أحمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم الدكتور؟ معك يا أستاذ أحمد. دكتور الله يطول في عمرك، أنا سويت عملية أنابيب اليوم هي تدخل في الشهر الأول الحمد لله، استخرجوا منها 8 بويضات وكلها تلقحت من الدرجة الأولى. ممتاز. واللي تم الاسترجاع اللي هو اثنين أجنة، والباقي سويت عليها حفظ أجنة. ممتاز. طيب دكتور، شو اسمه النسبة تقريبا طلعت 583، سويت اللي هو التحليل الرقمي. ممتاز، هذه نسبة رائعة، مبروك إن شاء الله سيأتيك ولي العهد كما يقولوا. الله يسعدك دكتور. بالنسبة يا دكتور، أنا عندي سؤال أو سؤالين معليش. تفضل. الاثنين اللي أجينا يعني هل حيكون توأم أو إنه واحد؟ أنا للآن ماني عارف. السؤال الثاني، كتبوا لي اللي هو إبر اللي هو حق الإجهاض أو حق المدري ماني عارف والله، حق الدم اللي تضرب تحت الجلد لمدة 3 شهور اللي كل يوم إبرة، اللي هو الساعة يمكن 20 ملي. كم عمر زوجتك؟ الله يطول في عمرك، 25. طيب أولا نقول لك مبروك، هي حامل. ما نقدر نعرف واحد أو اثنين، طبعا بعد أسبوعين أخرى اجري التصوير ويظهر إن شاء الله في الموجات الصوتية إذا كان ثبت بإذن الله طفل واحد أو الطفلين سوا. وبالنسبة للإبر، هذه إبر للسيولة غالبا، هل زوجتك عندها أي مشاكل في سيولة الدم؟ لا ما نزل منها دم ولا أي سيولة ولا الحمد لله. لا عندها تجلط يعني سابقا؟ لا. عندها تجلطات؟ والله شوف، راجع الطبيب المختص اللي عالجك واسأله لماذا يعطوها هذه الإبر. لابد هو ما يعطيها 3 شهور إبر سيولة، ما نعطيها، عادة نعطيها مدة 5-6 أيام 10 أيام بالكثير، إلا إذا عندها تاريخ مرضي بنسبة تجلطات أو حصل لها تجلطات سابقة. إنما الأفضل أنت تسأل طبيبك، لأنك ما حددت لي إيش نوع الإبر اللي يعطوك. دكتور بس أنا عندي يعني تعارف مشاكل زي والدنا، يعني أنا عندي شك أحيانا ولا يجيني وهم إنه حتسقط، إنه ما حيثبت. فالشيء هذا أنا بالنسبة للكلام العلمي يعني هل ثبت أو إنه متى التاريخ اللي مثلا أقول خلاص الحمد لله مبروك وتم يعني التكوين أو زي كذا يا دكتور؟ يا أستاذ يعني أبو أحمد، ويثبت في الأرحام ما يشاء، هذا الله سبحانه وتعالى ليثبت. إنما عملية الإجهاض أو عملية إنه لا سمح الله يموت الطفل في يعني في رحم الأم، هذا يجري في الحمل الطبيعي. الأعمار والأقدار تبقى بيد الله سبحانه وتعالى، ما في أحد يستطيع أن يحددها. جميل. شكرا دكتور، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية أخونا أحمد، من إن شاء الله يعني يكون ولي العهد بإذن الله، تفرح به بإذن الله، وألف مبروك إن شاء الله مقدما. طيب دكتور، في سؤال هنا كمان يقول، في عندي خلل وراثي ولادة معاقين، وهي في كل أجيال العائلة من قبلي، وعندي ولد معاق تم تحويلي لعمل أنابيب، للأسف تم رفض الحالة كون عندي طفل وقادر أو قادرة على الإنجاب. سؤالي في حالتي، هل الأنابيب قد تقي من الإعاقة؟ طبعا في هذه الحالة احنا نستقبل الأم والأب أولا، ونجري والطفل المصاب، ونجري عليهم دراسات جينية متخصصة جدا للوصول إلى منطقة الخلل في الجين، ومن ثم يجرى لها عملية الأطفال الأنابيب أو الحقن المجهري، ونقوم بتحليل الأجنة واحد واحد، ونركز على منطقة المشكلة المتواجدة عند هذه الأسرة، وبإذن الله نستبعد الأجنة المصابين وننقل للأم الأجنة السليمة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقها ويثبتهم في رحمها وتنجب بإذن الله. بإذن الله. طيب هنا سؤال كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تسأل الدكتور، أنا عمري 33 سنة والزوجة عمرها 34، المشكلة هي أنه أنا عندي نقص في عدد الحيوانات المنوية، هل أستطيع الإنجاب عن طريق الأنابيب أو الحقن المجهري، أيهما أفضل؟ الأنابيب والحقن المجهري هي تقريبا واحد، بس الناس ما هي فاكرة
الفرق بينهم. الفرق بسيط، طفل الأنبوب كنا نضع البويضات ونضع النطف المنوية حتى تخترق البويضة بنفسها وبعدين نشوف حصل إخصاب ولا لا. الآن إحنا نخترق البويضة بالإبر الزجاجية وندخل النطف المنوية داخل البويضة، فإذا فشلت هذه فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما إن شاء الله إنها تنجح. وتحديد الأمر هذا يرجع إلى كل حالة زي ما سبق أن قلت، وطبعا اللي حددها الاستشاري أو الطبيب المختص عليه أن يتوجه إلى مركز متخصص وأكيد سيوجهوه للطريقة الصحيحة. طيب ممتاز جدا. نطلع فاصل الآن. قبل الفاصل بشكل سريع أذكر بأرقام الاتصال، هاتف الأول 011-21-7-8-5-8-5، الرقم الثاني 012-61-61-100، تطبيق الواتس أب 055-66-89-001، وأيضا تويتر وإنستغرام @ألف ألف FM. يلا نطلع فاصلنا وحنرجع إن شاء الله في جزءنا الأخير نواصل الحديث ونتكلم عن بعض الأسئلة الشائعة في موضوع أطفال أنابيب. معكم مستمعين الكرام برنامج طبابة. نأخذ أول أو آخر اتصالنا في هذه الحلقة. تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة دكتور أنا حاب أسألك بالنسبة لل تفضل، هل لها علاقة وضعية الجماع بالحمل؟ هل في حالات محددة وضعية جماع ولا يعني ما لها علاقة بالموضوع الحمل؟ لا ما لها علاقة أبدا. يعطيك العافية، شكرا لك محمد. طيب نشوف الواتس إيش عندنا أسئلة هنا. طبعا أخونا الكريم يقول السلام عليكم، أنا رجل كبير في السن وتزوج من امرأة عمرها 25 سنة، وتزوجت بحثا عن الولد، وعندي بنات من زوجتي السابقة، وعملت عملية أطفال أنابيب من قبل ولكن ما نجحت، وأنا عندي ضعف في الحيوانات المنوية، وهل في أمل إن شاء الله؟ إن شاء الله الأمل دائما موجود والابتسامة دائما يجب أن تسود الوجوه. توجه الله يحفظك إلى قسم متخصص في هذا الأمر، وإن شاء الله تنجح أمورك وتنجح الله مقاصدك وتحصل على الولد الذي تريد بإذن الله. بإذن الله سبحانه. هنا سؤال ثاني كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمري 44 سنة وعندي طفلين والحمد لله، بس عندي ألم في الخصية اليمين، ما هو العلاج بارك الله فيكم، وهل يؤثر على الإنجاب؟ الألم معناته في مشكلة، قد يكون التهاب، قد تكون تعرضت إلى خبطة أو صدمة أو شيء من هذا القبيل. المفروض تتوجه إلى طبيب المسالك البولية وتشوف إيش المشكلة، وإن شاء الله ربنا يكتب لك الشفاء. ممتاز. طيب نأخذ كمان هذا الاتصال معنا. عبد الله، عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يسعد مساك دكتور، كيف حالك؟ الله يعطيك العافيه. هلا عبد الله، الله يحفظك. دكتور انا عمري 35 سنه، عملت سابقا اطفال انابيب 5 مرات، نجحت منهم واحده الحمد لله. المشكله اللي معايا انه عندي ضعف في الحيوانات المنويه، ولكن بعد العلاج وبعد عمليه الدوالي ارتفعت نسبه الحيوانات المنويه الى 22,000 بعد ما كانت تقريبا 22 مليون بعد ما كانت 3 مليون. الآن أنا في كورس العلاج باخذ الكرياتين واللي هو أوميجا 3. عندي مشكلة بس في تشوه الحيوانات بنسبة كبيرة جدا، هل ممكن إنجاب طبيعي؟ والله أخ عبد الله يعني نحن لا نتألل الله سبحانه وتعالى، كل شيء جائز في هذه الدنيا وأمر الله فوق الجميع، ولكن بالنظرة الطبية إذا توجد تشوهات عالية في النطف المنوية، الأفضل لك أنت شباب وزوجتك لا زالت شباب، تتوجه للأقسام المختصة. يبدو لي الحقن المجهري أو طفل الأنبوب قد يكون حل مناسب إذا التشوهات عالية جدا، والأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى طبعا. أكيد سبحان الله. شكرا لك دكتور، الله يعطيك العافية. الله يحفظك أخي عبد الله. شكرا لك أخونا عبد الله. دكتور من ضمن الأسئلة كمان الشائعة فيما يتعلق بعملية أطفال أنابيب، إنه
هل بالإمكان مثلا اختيار لون العيون لون الشعر مثلا؟ يعني أنت عارف هذه تخضع لشيء اسمه الهندسة الوراثية، ولكن ليست موجودة في المنظور القريب، يعني كلها يعني زي ما يقولوا فانتسي أو تهيؤات تخيلات. طبعا نقدر نحدده الآن، والأمور الحقيقية هي الأمراض الوراثية وجنس الجنين، هذا شيء مقدور عليه. إنما تشكيل عيون وشعر وهذا يجيبوا عدسات ويضبطوا أمورهم، بواريك، أي حاجة من هذا القبيل. صحيح، جاتك العودة. الله يحفظك. طيب بالنسبة لي كمان هذا الشيء السؤال المهم، بعض الأشخاص كمان بيتخوفوا من يعني الموقف الشرعي، فبيحسوا أحيانا أنه في مشكلة أو من هذا الجانب. فدكتور أنت بحكم اطلاعك وتخصصك في هذا المجال، هل كيف تشوف الموقف الشرعي لأطفال أنابيب؟ شوف أنا أطمنك، مستشفى الدكتور سليمان فقيه يضع المعايير الشرعية أولا وقبل كل شيء، وهذا ملتزم في المستشفى من أيام المؤسس الدكتور سليمان فقيه رحمه الله، ولا زال الدكتور مازن مصر على أن تطبق القواعد الشرعية بالمستشفى. ونحن كذلك لن نقابل الله سبحانه وتعالى بذنب مريض، ولن نعمل ما يخالف الشرع. هذه الأمور مجازة شرعا، لأنها زي ما قلت لك في السابق عملية تقارب، تقرب نطفة الزوج إلى بويضة الزوجة. ولعلمك هنالك ضوابط شرعية حتى لما نقول الأجنة المجمدة، نحن عندنا قسم خاص لتجميد الأجنة. الأجنة هذه تجمد لمدة 10 إلى 20 عام، وتنجح بإذن الله عندما تضعها في الأم. فالأجنة المجمدة عندما نريد أن نعيد الأجنة المجمدة، نصر في مستشفى الدكتور سليمان فقيه بحضور الأب والأم في نفس الوقت، والإمضاء للتأكد أنه هذه هي الأم، وللتأكد أنه هذا الزوج لا زال على قيد الحياة. هذه أمور شرعية، وهذه أمور عراق وأنساب لا يجب التلاعب فيها أبدا، ونحن حريصين أشد الحرص على هذا الشيء. يا سلام. طيب كمان موضوع دكتور الأمراض الوراثية، هل بالإمكان من خلال هذه العملية أنه إحنا نتجنب الأمراض الوراثية؟ نتجنبها إذا أجريت الدراسات الجينية. الإنسان يحمل 46 كروموزوم، طيب، وهنالك درجات. في هنالك مريض اللي نجلي له 5 كروموزومات، وهنالك المريض اللي نجلي له 24 كروموزوم، وهنالك من تضطر أن تجري 46 كلها. فحسب المشكلة الموجودة، حسب المرض المتناقل. وأقول لك يعني تقنية أطفال الأنابيب استطاعت أن تقضي على أمراض قد يكون في السابق يعتقدوا أنها ما يمكن. عندنا الحمى المنجلية أو الأنيميا المنجلية، أجريت عملية، طبعا أول عملية أجريت في أمريكا، عملوا عملية، استشاروا الأم والأب، يعني جروا لهم دراسات جينية، وشافوا طفلهم اللي خلفوه مصاب. الطفل المصاب أجري عليه دراسة جينية، وأجري عملية حمل للأم، والأم حملت بتوأم، استخلص الدم من المشيبة التوأم، وحقن في الطفل المريض وشفي بإذن الله. ونحن نسعى أن نعمل نفس الشيء. ممتاز، ممتاز جدا. طيب نحاول دكتور قبل الختام ناخذ الأسئلة المتبقية. عندنا سؤالين ناخذها آخر سؤالين في هذه الحلقة. الأخ الكريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عمري 52 وزوجتي 44، أجرينا 5 عمليات طفل أنابيب، 4 في السعودية وواحدة في البحرين، وكلها للأسف لم تنجح. زوجتي تعرضت في السابق لإجهاض متكرر قبل ذلك، لهذا عملنا هذه العمليات. هل تنصح دكتور بعمل عملية جديدة؟ يبقى الأمل بالله، وإذا تبغى تخلف لابد أنك تكرر، وشوف قسم، يعني إذا هذا المستشفى ما نجح الحال معك شوف مستشفى آخر لعله يكون أكثر تطورا. ممتاز، ممتاز جدا. خلينا أعقب لك على شيء بسيط. عملية الأنيميا المنجلية إحنا فعلا أجرينا عملية أو اثنين في مستشفى الدكتور سليمان فقيه، هي مشكلتها التكلفة المالية، ولا هي تقنية موجودة ولكن التكلفة المالية. إنما التقنية موجودة، ولو توفرت الأمور المالية للمريض باستطاعتنا بإذن الله عمل هذا الإجراء وعلاج الطفل المصاب لديهم أو الأطفال المصابين عن طريق حقن
الدم الموجود في من دم من المشيمة اللي هو الستيم سيلز يعني أو الخلايا الجذعية نقلها لعلاج هذا، وفي نفس الوقت نجنب الأم والأب أن ينجبوا أطفال يحملوا الأنيميا المنجلية. ممتاز. وهذا الأمر مهم جدا لكثير من الناس وخاصة في جنوب المملكة. بحكم يعني زواج الأقارب. بحكم زواج الأقارب وأنه المرض هذا موجود يعني موجود بكثرة في المنطقة. أيوه صحيح. نعم. ممتاز جدا. آخر شخص بيستفسر الدكتور بيقول يعني اسم الدكتور، اسم الدكتور طبعا هو نايف بن حمزة السحلي، استشاري أمراض النساء والولادة والأطفال بمستشفى الدكتور سليمان فقيه، وأيضا دكتور يسأل عن مكانك، فين بتتواجد دكتور؟ أنا متواجد في مستشفى الدكتور سليمان فقيه إن شاء الله. ممتاز. فقط لا غير. يا سلام. طيب يعطيكم العافية، إن شاء الله فدناكم وإن شاء الله قدمنا لكم معلومات مهمة عن موضوع حلقتنا أطفال الأنابيب. وطبعا نشكر الدكتور نايف على الوقت والجهد اللي أعطانا إياه، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا أخي العزيز، الله يجزاك خير وإن شاء الله نلتقي على خير دائما بإذن الله. إن شاء الله. الله يحفظك. الله يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لمستمعين الكرام، مستمعي إذاعة ألف ألف. وأكيد نشكر مخرجنا العزيز اللي أخرج هذه الحلقة باحترافية، شكرا لك أخونا حسن. اللي حاب يطلع على الحلقة يقدر يلاقيها موجودة في اليوتيوب زي ما ذكرت، اكتب في محرك البحث الخاص بيوتيوب إذاعة ألف ألف أو سعيد حنتوش أو برنامج طبابة، هتلاقي جميع الحلقات موجودة، تابعها انشرها لكل الأشخاص المهتمين بمواضيع حلقات برنامج طبابة. بكرة إن شاء الله عندنا حلقة جديدة بإذن الله عند 1 ظهرا. نشوفكم ونلتقيكم بإذن الله على خير، في أمان الرحمن.